ماما هاي قولي لي ايه رايك؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عقبالك يا حبيبتي. عقبالي ايه؟ لسه بدري قوي عليا، مش ضايق شويه ولا حاجه؟ لا لا ده مظبوطه عليكي بالشعر. ربنا يحميكي يا بنتي ويبعد عنك ولاد الحرام يا رب. بالحق ما عرفتيش باللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مش الحكومه جت خدت الواد حماده تايسون وبيقولوا الضابط جره في الشارع زي الباقي. احسن والله، ده ضابط جدع. انا مش عارفه الحته هتنضف امتى اصلا. بقول لك ايه، انا هنزل انا بقى عشان اتاخرت. الله لسه بدري يا بنتي. بدري من عمرك يا ماما، ده الطريق هياخد له معايا يجي ساعتين بالميت. خلاص يا حبيبتي خدي بالك من نفسك وما تتاخريش. حاضر هاخد بالي من نفسي، لكن ما تاخريش، ديت صعبه عليا شويه. ده فرح يا ماما. ما مش ضروري تقعدي لاخر الفرح حبيبتي، دي منى صاحبتي وما ينفعش امشي من نص الفرح. وبعدين بقى انا قلت لك تعالي معايا وانت اللي ما رضيتيش. ما انت عارفه ان انا رجلي وجعاني يا بنتي وما بخرجش. بقول لك ايه، المهم قوي 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 انك تخرجي من الفرح ده بعريس. عريس يا ست انت؟ عريس بدل الموكوس اللي ربنا خلصنا منه. هو انا رايحه البته جميله ولا رايحه عشان اشقط لي عريس؟ الاثنين يا حبيبتي. وبعدين ايه قشقوطي دي؟ مش حاسبه على كلامك؟ خلاص يا حاجه احنا اسفين، انا همشي انا بقى عشان اتاخرت. يلا لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله بالسلامه، خلي بالك من نفسك. حاضر. الله ينور عليك يا سليم، ضربه معلم صحيح، بس بصراحة أنا مش موافق على حركات رامبو اللي أنت عملتها دي. يا باشا كان لازم أعمل كده، لما كنتش عملت كده الواد ده ما كانش جه. لا 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 لا، دي آخر مرة هسمح لك تطلع مأمورية لوحدك. المرة دي جت سليمة، الله أعلم المرات اللي جاية يحصل فيها إيه. سيب على الله ربك بيسترها. يا سيدي ونعم بالله، أنا بس مش قادر أفهم، أنت ما خدتش قوة معاك ليه؟ على الأقل رتب مع زنات اللي طلع معاك ده. لا مزنات عامل معايا الواجب، أنا من غيره ما كنتش عارف أعمل حاجة برضه. شرير أنت برضه يا سليم. هتعمل ايه مع الواد دلوقتي؟ مفيش، هنرميه بقى في الحجز لحد ما يترقى النيابه ومعاه الحرز بتاعه. طب كويس، انا بس عايزك تكتب محضر ما يخرش الميه. الواد ده فلوسه كتير، يقدر يقوم لك بدل المحامي 10. مش عايزين محامي سكه من اللي معاه دول يطلع لك اي ثغره في المحضر وتعبك يروح بلاش. لا ما تقلقش يا باشا، هظبط لك ظبطه حلوه. تمام، ربنا يوفقك. طيب الحق معاد انا بقى. على فين سعد؟ الله، انت لحقت تنسى ولا يا سليم؟ مش لك فرح اخويا بكره ولازم اسافر البلد؟ بعدين ما تقلقش، انا اتصلت مع الباشا المأمور انك هتبقى مكاني لغايه ما ارجع. ها معلش يا سليم بتقل عليك. لا يا باشا خالص. وبعدين يعني يا مصر وقفت عليا. لا سيب بصل عليا، اهم حاجه دلوقتي اخو سعادتك يرفع راس الدخل. مبروك يا باشا. الله يبارك فيك. بقول لك ايه، الدولاب ده فيه البطانيه بتاعتي الشخصيه، ها لو احتجت تغطى بيها الاسم بيبقى برد بالليل. الثلاجه دي فيها عصاير فاكهه اكل عيش حياتك. تمام ما تقلقش، واغسل رجلي واشرب باللبن قبل ما انام. سلام يا باشا. سلام يا سليم. الف مبروك يا باشا. يا جدع ما تبقاش حمار امال، قلت لك عليها الطلاق خدني على مشامه ما لحقتش اكلمك. والعمل؟ العمل عمل ربنا. انا قلت اعدي عليك اشوفك محتاج حاجه كده قبل ما اروح. احتاج منك ايه يابا؟ انا ماليش في الحبسه دي يا زناتي، انا لازم اطلع من هنا. ربنا يسهل. ولازم اخد حق من ابن ليرما ده. ومن سمعك. بس اهدى انت كده وروق وخد بالك من نفسك. تبات نار تصبح رماد ليها رب يعدلها. على حق يابا. السلامة وحش. اخفى عليك يا زين، يعني الواد ده دلوقتي لو كان ضربك بالنار بجد كنا احنا هنتصرف ازاي؟ انا تمام يا حبيبتي ما تخافيش، ما فيهاش حاجه، انا زي الفل. لا صوتي تمام، عايز انام بس والله ما فيش حاجه. انت تمام؟ امك تمام؟ ماشي، خلي بالكم نفسكم. لا لا الا الله. سلام. متأخر كده يا بطة؟ ابعد عني، اعتبر مش وقتك على المهنة. يا بنتي انا الحق علينا واطمن عليكي. خليك في حالك. ماشي يا ستي خليني في حالي. اركبي بقى عشان اوصلك. شكرا. يا بنتي بلاش جنان، ما انت شايفه الجو عامل ازاي؟ وبعدين المنطقه بتاعتنا مليانه عيال شمال، وانا اللي هقول لك حد يتعرض لك كده ولا كده؟ وبصحى بقى من نايبه. تعالي بقى وانت صاروخ كده باللي انت لابساه ده. والله وانت بقى ان شاء الله لا تحافظ عليا من عيال الشمال. كنت حاسس عليا من نفسك الاول، ولما انت فرحه وجاي بتسقم عليا.
اعمل ايه يا بت؟ في الاخر انا هموت عليكي. بت ما بت بقول لك ايه؟ خد العربيه اللي امك جايبها لك يمشي من هنا، وده الوعيد اتفجرت في الاخر المنصري يتفرج. عليا النعمه موجود في طالعك الحامي ده، عارفه؟ خربشتك دي ممكن تخلينا نعمل احلى شغل مع بعض. ده ليه الادب وحيوان؟ هو يا ندى بس لما اقول لك. كويسة؟ مش هتموتي ما تخافيش. ألو؟ الإسعاف؟ ابني أبوس إيدك ريحني. البنت اللي أنت خبطتها بالعربية دي ماتت ولا لسه عايشة؟ إن شاء الله ما يكونش جرى لها حاجة. يا ستي نقطينا مسكاتك، عايزين نعرف هنتصرف إزاي في المصيبة اللي عملها المحروس ابنك. مصيبة إيه بس يا حاج؟ لا هو أول واحد ولا آخر واحد يعمل حادثة. ممكن تسكت أنت خالص؟ قولي، متأكد إن مفيش حد شافك؟ مش عارف يا حاج، في حد شافني؟ معرفش. الو، ايوه حماد، بقول لك ايه، انا في مصيبه، مصيبه كبيره قوي. وراحت بنت ابويا ده هسيبه. ما تخافيش، هجيبلك حقك. ايه ده؟ انت رايحه فين في المطره دي دلوقتي يا سميحه؟ المطره بطلت، هروح لحسني الضبع، لازم اشوف فيه حل معاه. حسني الضبع ده راجل شراني. على الله بقى، ما هو مش معقول هسيب ابراهيم مرمي الرميه دي. خلي بالك انت بس من البنات. خير يا استاذ؟ ايه اللي جايبك في ساعات؟ انا عندي بلاغ مهم جدا دلوقتي. يعني ايه ناقصه؟ هل بلغات كمان ليها مواعيد؟ فين ظبط اللي هنا؟ ادخل يا اخويا، سليم باشا جوه. سليم باشا؟ سليم باشا. طب هو مفيش ظابط تاني هنا؟ يعني انت جاي في جو زي دوت وكمان عايز تنقي؟ لا مفيش غيره يا سيدي. انا مش هقدر اقابل الراجل ده. جرايه وليه؟ انت جاي ترمي بلاويك انت وجوزك علينا ولا ايه؟ يلا توكلنا على الله، مش عايزين مصايب. بص رجلك يا معلم، الراجل هيروح في ده. وانا مالي؟ هو انا اللي قلت له يستلف؟ انا اللي قلت له يروح يسرق عودته؟ قطع لسانك، ابراهيم عمره ما بيعمل كده. صبيك هو اللي خد الحاجه. لم لسانك يا سميحه، انا حقي وصلني، ولا انتوا كنتوا عايزين تاخدوا فلوسي تفرتكوها واقعد اطبطب عليكم؟ يا معلم احنا جيران وعشره، اذا كان على الفلوس طلع لي الراجل وانا هجيبهم لك. تجيبي لي ايه يا مجنون انت؟ انتوا رايين تاكلوا؟ وإيدك يا معلم، الراجل رايح في داهية. وأنا مالي؟ وأنا اللي ماسكه؟ الحكومة هي اللي ماسكاه. روحي بقى قولي لهم الكلام ده، بس أحسك عينك تجيبي سيرتي أنت ولا المحروس جوزك، هأذيكم. طب شيع له محامي، هيدخل السجن. وأنا خلفته ونسيته؟ يا معلم أبوس إيدك ورجليك، ده الراجل اللي ماليش غيره. ما تقرفيناش بقى يا سميحة. الله. حاضر يا معلم. قال يا زلط امر يا معلم، تقب وتغطس وكبر الواد عرسه من تحت تقطير ارض. والعين دي قبل العين دي. الصف العظيم يا رب. يا ابني ما بتتعلمش من اللي حصل لك، شالوك من تحت ايدي المره اللي فاتت، اعمل فيك عشان تتلم. انا بالنسبه لي ما كنتش عايز اجي هنا، بس انا عندي بلاغ مهم. بلاغ مهم؟ هتلاقيك جاي في حاجه فاضيه وايه كلام. روح يا ابني اعمل لي شاي بسرعه. عشان قول يا عم زياد، اتفضل ارغي. اخسر
عليك يا ندى، نسيت المفتاح برضو. انت عارفه يا بنتي ان انا بمشي بالعافيه، حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم يا حاجه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير؟ انا اسف يا امي، مش ده بيت الانسه ندى محمد سطوحي؟ ايوه يا ابني. خير؟ لا مؤاخذه يا امي، هي بنتك عملت حادثه وهي في المستشفى دلوقتي. امسك قطع شحن. بس انت شفت الفيديو ولا ايه؟ لو ما لحقتش تشوفه احنا ممكن نتصرف ونجيب شحن. يا عم شفته، وبعدين هنجيب شحن للتليفون العجيب ده منين؟ انت بدل ما بتتفرج على البنت وتصورها ما تدافع عنها يا اخي، هي دي الرجوله برضو. انا ما تخيلتش ان هو هيخبطها بالعربيه، انا قلت ان هو هيعاكس وخلاص. يعاكس وخلاص؟ ما العيب مش عليك، العيب على كل الناس تقف تتفرج على حريقه وتصورها بدل ما تطفيها. معاك حق، انا غلطان، بس دلوقتي هنعمل ايه؟ مش عارف. التليفون اللي معاك ده مش باذن النيابه، بس ده كفايه ان انا اجيب ابن لطفي من حضن ابوه وامه. وابوه يجي هو وحماد الموجي يطلعوه، مش كده؟ على جثتي. لو وزير الداخليه جيت نفسه مش عارف يطلعه. هات هات التليفون ده عشان اثبته مع المحضر. اخلص. التليفون ده هيفضل معايا، مش هطلعه غير قدام النيابه. ماشي. طب اقعد هنا. ما تتحركش لحد ما اجيلك. طب والبنت؟ بنت انا عدي على المستشفى نطمن عليها واحنا رايحين. انت بجد هتعمل كده؟ اه هعمل كده، وانت اجدع مني ياض ولا ايه؟ بس انت برضه وجدت على فكره. كويس انت جيت بلغت وما خفتش. ما زعلش من ياض من اللي حصل. بس انت بصراحه برضه واد مستفز. المشكله اللي كل واحد لما بيجي بيدور على حقه بيبقى قدام الناس شكله مستفز. عامة انا عرفت اللي انت عملته مع تايسون. ظهر اني كنت فاهمه غلط. ترجع يا نيل، ما تحركش لحد ما يجد فاهمه ولا لا. حاضر. هدي نفسك يا حاج، خير ان شاء الله. خير ازاي يا احمد؟ افرض ان في حد شاف الواد، واكيد البنت هتشهد عليه. انا عموما بعت حد من رجالتي عشان يشوف البنت دي راحت انهي مستشفى، ويعرف لنا الاخبار كده ويطقص من بعيد لبعيد. بس انا شايف احنا لازم ناخد احتياطاتنا. ناخد احتياطاتنا ازاي؟ يعني اول حاجه العربيه دي لازم نخفيها خالص. حصل. انا بعت حد من عندي من المعرض خد العربيه وخفاها فعلا. تاني حاجه بقى تامر لازم يختفي خالص. طب دي هعملها ازاي دي؟ انا هكلم الواد شادي ابني خليه يجي ياخده ويطلعوا على السخنه، وعندي بدل الشاهد 10. ما تقلقش. اعمل اللي انت شايفه يا حماد. امال انا جايبك ليه؟ طيب اهدى بس، ما تقلقش. وانا شايف ان احنا لازم نتصل بالمحامي الاستاذ نشأت، اهو ناخد رايه برضه في اي حاجه. المهم ان الواد يطلع من الورطه اللي هو فيها دي. ما تقلقش. الو. مساء الخير يا نشأت، ازيك؟ الحمد لله كويس، انا لحقتك قبل ما تنام. انت فين يا ابني؟ اقعد مستنيك ساعه؟ كنت بجيب حاجه من بره حضرتك يا فندم. طب اخلص يلا، تعرف بيت لطفي ابو المجد؟ اه يا فندم. طب وديني ليه؟ يلا. حاضر. فهمت يا عرسه ولا عيد تاني؟ عيب يا مرياسة، كلامك يتقال مره واحده وما يتنسيش. طب يلا اجري نفس، لما تخلص كلمني قول لي عملت ايه. حصل. عرسة خلص. هنعمل ايه يا متر؟ الحقيقه انا شايف ان حماد بيه عنده حق. على فكره انا بفضل ان ولادي يسافروا في عربيه من عربياتك يا حماد بيه. اشمعنى؟ يعني عشان ما فيش كمين شرطه اعترضهم في الطريق. وماله، ما فيش مشكله خالص. بعد كده نشوف البنت قالت ايه، وبناء عليه هنتصرف ازاي. المهم انت مطمن يا متر. عيب يا حاج، طول ما معاك نشأة فهمي محدش هيقدر يجي جنبك ولا جنب تامر، وكله بالقانون. خلاص بقى يا حاج اطمن. عموما شادي زي ما هو جاي دلوقتي، هو والعربيه والسواق بتاعي، يكملوا هم بيها على السخنه. وانا معلش يا متر بقى هتقل عليك، يبقى اخدني في سكتك وانت مروح. ربنا يستر. يا رب يا رب، هادي العوايب سليمه يا رب. يا رب ده احنا غلبة ما لناش غيرك يا رب. وحد الله يا امي كده وصلى على النبي، ان شاء الله ما فيش حاجه سليمه باذن الله. اسمع من هواك ربنا يا رب. يا رب.
والنبي يا رب يا ابن حبيبك النبي يا رب يا رب ده احنا غلب استرها معايا يا رب. لا حول ولا قوة الا بالله. استرها مع الغلبان اللي جوا يا رب. نحن غلبة ومالناش غيرك يا رب. ماشي يا حاج، هقوم انا بقى اروح لاني تعبت. وهنبقى مع بعض على التليفون. مين هيجي لنا دلوقتي؟ مش هخش جوه بيت؟ يا حاج سيبها تفتح الباب نشوف فيه ايه. افتح يا بنتي. مساء الخير يا حاج لطفي. سليم باشا خير؟ ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ سليم باشا ظابط مباحث الاسم. اهلا وسهلا. طبعا احنا التقينا قبل كده. ابنك تامر فين؟ سمعتني، ابنك فين؟ تامر مع شادي يا ابني، هم سافروا مع بعض السخنة. خير في حاجة؟ يعني هو بعد ما خبط البنت الغلبانة طلع العينين السخنة؟ لا مؤاخذة يا باشا، بنت غلبانة مين اللي هو خبطها؟ هو الباشا مين؟ نشأة فهم المحامي. محامي؟ والحياة تجيب محامي كمان بالسرعة دي؟ ليه السرعة دي يا حاج لطفي؟ لا أنت فاهم غلط، أنا وحماد بيه أصدقاء للحاج لطفي. وبعدين لا الحاج لطفي ولا تامر ابنه عندهم قضايا عشان يحتاجوا المحامي. طب اقعد اقعد اقعد، انا مطول شويه مش ماشي. اقعد يا حاج لطفي اقعد اقعد، ما تخافش انا مش جاي لك انت. اقعد. ابنك تامر فين؟ اظن احنا جاوبنا على السؤال ده قبل كده. وعربيته كمان في العين السخنه؟ انا عربيه هذا المغزى، احنا عندنا عربيات كتير، وتامر ما تاخذنيش يعني بيركب اي واحد. لا ما انا عارف، انا قصدي على البي ام الحمراء. مش هو عنده بي ام حمراء؟ عنده بي ام حمراء، بس اشمعنى العربيه دي؟ طب ايه راي سعادتك ان دي بالذات بقى عند السمكري بقى لها كام يوم؟ كام يوم يا حاج لطفي؟ ده متصور بيها النهارده وبيخبط البيت. تصور؟ متصور ازاي يعني؟ والله البلاغ اللي جالنا كده مش هتبلى عليه. بعدين اللي بلغ عنه زياده اللي انت جيت طلعته، مش هتبلى على ابنك. على فكره يا باشا، الفيديوهات دي بيتلعب فيها. ليه حوا نشأت بيه؟ ده لسه الموضوع من شويه. خلاص، اللي يفصل بيننا المعمل الجنائي، وبعدين تامر مع شادي في العين السخنه، وعندنا شهود على كده. في اسئله تانية؟ لا مش جاي اسال. انا جاي اخد تامر وامشي. وتامر مش هنا. تمام. على العموم بقى يا حاج لطفي، ابنك في السخنه في الساعه انا مش هلحق. تسليم بيه، احنا تامر ابننا ما عملش اي حاجه. انا مش فاهم انت حاطه في دماغك كده ليه. وبعدين يعني ما اعتقدش ان وزير الداخليه هيعجبه الكلام ده. لا السكه دي مش تمشي معايا. بعدين اسال عليا وانت تعرف ان انا ما بخافش. بس انت بقى خاف على ابنك، وخليه يجي لي بنفسه بدل ما اروح اجيبه. نورت يا سيدي باشا، ولو انك ما لحقتش تشرب حاجه معانا يعني. ماشي، تبقاش تزعل بقى من اللي هيحصل. سليم باشا، لو العربيه البي ام الحمراء عجبك، عندي اختها في المعرض وهنسيره. بجد؟ والله. حتى على الصبحين تشرب معايا فنجان قهوه وتدور عربيتك وتتكل على الله، مش هنختلف. اجيب واحد. انت دي ما وعم لطفي. ايه يا حاج؟ ايه يا حاج؟ ما كانش في داعي لحكاية العربية دي خالص، الراجل شكله ما بياكلش. أعمل إيه؟ لو قلت أجرب معاه أي سكة. بعدين ده بيقول لك الواد ما تصور. والله يا ابني لحد دلوقتي ما عارف اللي حصل ده حصل إزاي. قسما برب العزة ما كنت أقصد. أنا مش عايزك تعمل في نفسك كده. اطمن. وإن شاء الله البت هتقوم منها بالسلامة. المهم تفضل مزه زي ما هي. مزه ايه وزفت ايه على دماغك دلوقتي؟ انا خايف اشاري البت دي تموت ولا يجرى لها حاجه. اصل انت ما شفتش البت اتهبدت في العربيه ازاي؟ ودمها كان سايح على الارض. انا متاكد ان جرى لها حاجه. يا جدع فضل الله ولا فعلك.
تقلقش يا صاحبي. في الموضوع كده اتعقد يا بهوات. يعني يا متر؟ لا خد بالك، تامر ده ابن الوعيد، مش هسمح انه يخش السجن ابدا. يا حاج اطمن، ان شاء الله ما فيش سجن ولا حاجه. احنا المهم ان احنا نرتب اوراقنا كويس ونجهز لكل الاحتمالات. ايوه علي، ايه الاخبار عندك؟ ايه؟ اوعى تكون قالت حاجه. طب خليك عندك، لو في اي حاجه ببلغك. في احمد بنت ماتت. لا حول ولا قوه الا بالله. ما قالتش حاجه لما جت في الحادثه؟ للاسف لا، هي جات لنا حالتها مغمى عليها وحاولنا ان احنا نسعفها، لكن للاسف اصابتها كانت خطيره جدا وكان مغمى عليها. مش حد نقلها هنا؟ اه والدتها اللي موجوده دي، بس ما تعرفش ان بنتها توفت. ربنا يصبرها. ماشي يا بنت. بعد اذنك. أنا مش فاهم أنتم مزعلين نفسكم ليه يا بهوات؟ لا يمكن اللي حصل ده في مصلحتنا. مصلحتنا إزاي يعني؟ بقول لك البنت ماتت. الله يرحمها. أنا المهم عندي إن هي تكون عملت بأصلها وما جابتش سيرة تامر قبل ما السر الإلهي يطلع. أه الواد علي هناك هيتطقص وهيرد عليا لو في أي حاجة. المشكلة الحقيقية عندي دلوقتي الشاهد والفيديو اللي معاه. الواطي. الواطي اللي ما بتمرش فيه، وأنا اللي جريت جري عشان أطلعه لما مسكوه. الواد ده حاج هو اللي في ايده مفتاح القضية كلها. لازم يغير شهادته ولازم الفيديو ده يختفي. كده هنبقى احنا في السليم. وبعدين يبقى يوريني الضابط بتاعكم ده هيعمل ايه. بقول لك يا حاج، هو انت مش تعرف ام الواد ده؟ ما تكلمها. اكلمها في يا حماد؟ ما انت عارف الحكاية. وعارف الواد وعمايله. هي عرفت تتصرف اللي يخص الواد لما هتعمل لنا حاجة في اللي يخصنا احنا. عندك حق يا حاج. عارف مين اللي يحل لنا المشكلة دي؟ مين؟ الواد زناتي.